مرحبا بكم محبي المحترفين الجزائريين، وخصوصا سعيد بن رحمة المتألق دائما، حيث سجل هدف التعادل أمام شارلتون اليوم في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى الإنجليزية شامبيونشيب، وحظي بأعلى علامة في فريقه حسب موقعه سكورت.كوم العالمي. إذن سعيد بن رحمة يواصل التألق ويجدد حظوظه في الانتقال إلى نادي كبير، ربما تشيلسي وربما ليستر سيتي في آخر 9 مؤشرات.